ولمزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام السيد رشيد سعيد يعقوب، وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام. مرحبا بك أستاذ أهلا رشيد. ومرحبا بإذاعة الشروق، وأهنئكم بمناسبة عودتكم إلى البث بعد هذه الفترة من التوقف، وأنتهز هذه الفرصة لأهنئ كل الصحفيين والصحفيات في السودان وعلى مستوى العالم بذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة. فلا توجد صحافة بدون حرية في أي مكان في العالم، ولعل أبرز دليل على مستوى الحريات الصحفية اليوم في السودان هو أننا تقدمنا خطوات كثيرة، أكثر من 16 مركزا في القائمة الدولية للحريات الصحفية والتي كنا نتذيلها الامتياز لأكثر من 30 عاما، كما أن تصدر أنباء اليوم العالمي لحرية الصحافة لنشرة أخباركم اليوم هو دليل آخر على احتفاء السودانيين بالصحافة سيد الرشيد، وحريتها. يعني مرحبا بك، ونود أن ندخل في الموضوع مباشرة. يعني ما رأيك في البيان الذي دعت أو ذكرته شبكة أو أعلنته شبكة الصحفيين السودانيين في بيان لها بهذه المناسبة لصناعة مؤسسة صحفية تقوم وهي يمكن مشبعة بقيم الثورة السودانية المجيدة؟ شبكة الصحفيين يعني هي أحد أعمدة هذه الثورة التي ذكرها بيان وزارة الثقافة. شبكة الصحفيين كانت من القوى الأساسية التي كانت وقود لهذه الثورة وقادتها وقادت العمل الإعلامي فيها والمعركة الإعلامية فيها، وانتصرت فيها على النظام البائد قبل أن يسقطه الشعب السوداني من على السلطة في الشارع. نحن نعتقد أن كل المطالب التي تقدمت بها شبكة الصحفيين والمجموعات الأخرى من الصحفيين هي مطالب مشروعة، هي مطالب مسموعة، هي مطالب يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ في إطار التشاور الواسع بين أطراف العملية الصحفية بمن فيهم الناشرين وملاك الصحف. ونحن في وزارة الثقافة والإعلام نعمل حاليا في إطار الإعداد لإصدار قوانين جديدة للصحافة وللبث الإذاعي وللبث التلفزيوني ولحرية الصحافة والحرية الوصول للمعلومات، إلى خلق أكبر تشاور ممكن مع مختلف هذه الأطراف وأخذ آرائها في الاعتبار. وقد نفذنا في هذا الإطار أكثر من 7 ورش عمل داخل الخرطوم وعدد آخر خارج العاصمة بمشاركة فئات واسعة من الصحفيين وأطراف العمل الصحفي، حتى نتوصل إلى ما يعني توافق حول القوانين الجديدة التي ستضبط العمل الصحفي وستؤمن الحريات الصحفية. نعم، إمكانية يعني يمكن الشبكة دعت لي زي ما أنت ذكرت أشياء مهمة جدا لخلق إعلام قوي وإعلام هو يواكب ثورة ديسمبر، إمكانية التنفيذ لهذه المؤشرات المهمة ويمكن أهمها تهيئة البيئة المناسبة للصحفيين والصحفيات وقبيلة الإعلاميين عموما. نحن همنا الأساسي في وزارة الإعلام وفي الحكومة الانتقالية هي أن نقوم ببناء صحافة مستقلة مهنية وقادرة على أداء دورها الوطني في إطار الأهداف التي حددها الشعب السوداني في ثورته. حقيقة الأوضاع المعيشية وأوضاع المرتبات والتأمين الصحي، كل هذه القضايا هي أحد الأركان المهمة جدا في أي قوانين قادمة لتنظيم العمل الصحفي وضبط العمل الصحفي في السودان. لابد أن تؤمن المؤسسات الصحفية للعاملين فيها، لا أقول الحد الأدنى ولكن الحد المعقول من الضمانات الاجتماعية والصحية، حتى يكونوا قادرين على أداء عملهم الصحفي الذي لا يجد وسيلة للمواصلات للوصول إلى مكان الخبر، لا يستطيع أن يغطي الخبر الصحفي الذي لا توجد لديه تأمين صحي لديه له ولأسرته أو سبل للتعليم له ولأسرته، لا يمكن أن يؤدي دوره باستقلاله ويكون عرضة للتجاذبات السياسية وغيرها. ولذلك نحن ندعم هذا التوجه من شبكة الصحفيين، وهو توجه عام في إطار العمل الصحفي وسيجد طريقه إلى التشريعات الجديدة الخاصة بالعمل الصحفي. التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي ويمكن مخاطبة القضايا المتراكمة منذ النظام البائد، يعني تخطيطكم كوزارة للثقافة والإعلام في هذا الاتجاه.
كما تعلمين نحن يعني نعمل في على 3 مستويات مختلفة في هذا الإطار. نعمل أولا على مستوى التشريعات، وهي استبدال القوانين القديمة بقوانين جديدة تلائم المرحلة الجديدة وتؤمن الحريات والديمقراطية واستقلالية العمل الصحفي ومهنته. هذا جانب مهم. وفي هذا الجانب نعمل على 4 قوانين، هي قانون الصحافة والمطبوعات، قانون الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، قانون البث الإذاعي والتلفزيوني، وقانون حرية الوصول للمعلومات وحماية الصحفيين. أيضا نعمل على مستوى الهياكل، لابد أن نعيد النظر في الهياكل التي كانت موجودة، مثلا المجلس القومي للصحافة والمطبوعات لا يمكن أن يقوم بنفس الدور الرقابي الذي كان يقوم به في السابق على الصحافة، لا يمكن أن يقوم بنفس الدور البوليسي الذي كان يمارسه في السابق على الصحافة. لابد أن يكون هذا المجلس مجلس محدود الصلاحيات، دوره تنظيمي وليس رقابي، دوره تنظيمي وليس رقابي. نفس الشيء لابد أن تفتح القوانين الخاصة بالبث الإذاعي والتلفزيوني، حرية إنشاء الإذاعات والتلفزيونات والتي كانت مقيدة، وذلك الصحف والتي كانت أيضا مقيدة بقوانين النظام السابق التي كانت تمنحها فقط للمحاسيب وللمقربين وللمدعومين من أجهزة النظام وحزبه وأجهزته الأمنية. نعم، أيضا رؤيتكم فيما يتعلق بسمعة السودان عموما وسمعة البلد فيما يختص بالحريات الصحفية، وخاصة أنه كما يعني كل سنويا تأتي هي في ذيل هذه في قائمة الدول، يعني ماذا بشأن هذه الرؤية في هذا الاتجاه وتحسين عموما العمل الإعلامي؟ طبعا نحن تقدمنا يعني 16 درجة في هذا السلم الذي يضم 174 دولة، ولكن بالنسبة لنا هذا لا يكفي كما قال السيد رئيس الوزراء وكما قال بيان وزارة الثقافة. هذا التقدم حدث نتيجة للممارسة التي جاءت ما بعد الثورة والحريات التي فرضتها الثورة، ولكن نحن واعون أن أي تقدم حقيقي في هذه القوائم على مستوى الحريات الصحفية يجب أن يكون يشمل القوانين، يجب أن يشمل المؤسسات التي ترعى الصحافة، يجب أن يشمل أوضاع الصحفيين، حرية الوصول للمعلومات، كل هذه الأشياء التي تحدثت عنها عندما يتم إصلاحها وعندما يتم تقديم القوانين الجديدة والبدء في تطبيقها وإعادة هيكلة المؤسسات الصحفية وتبدأ العمل وفق القوانين الجديدة، سيكون المتاح لنا ليس فقط أن نتقدم 16 درجة، ولكن أن نكون في مقدمة في رب المقدمة مع الدول الكبرى، لأننا حقيقة همنا الأساسي هو أن نؤمن حرية الصحافة واستقلاليتها ومهنيتها، لأننا أيضا نثق في أن حماية الثورة وبقائها سيكون مرتبط بحرية المواطن السوداني في التعبير عن آرائه وفي وصوله إلى المعلومات. نعم، يعني أخيرا سيد الرشيد، يعني قضايا الإعلام ومواكبته للثورة، هل أنتم راضون عنه أم لا؟ وما هي يعني جهودكم في يعني تخطيط للسياسات الإعلامية التي تقود الإعلام داخل هذه المؤسسات الإعلامية؟ أولا كما تعلمين نحن ورثنا إعلاما يسيطر عليه النظام السابق وعناصره، سواء كان الإعلام المطبوع أو المسموع أو المرئي أو حتى الإلكتروني، ظلت تسيطر عليه عناصر النظام السابق. نحن ندعى بخطوات وطيدة وباحترام كامل للحريات الصحفية في تغيير هذا الواقع. إذا لاحظت الآن هناك أكثر من 6 صحف جديدة تسير في نهج الثورة وعلى خط الثورة دون أن نضطر إلى إلغاء صحف أو إلى إغلاق صحف أو إلى منع صحف بالقوانين أو بالإجراءات الإدارية. ظهرت الكثير من الصحف في هذه الأجواء الديمقراطية، وهي صحف تتماشى مع روح هذه الثورة. أمامنا الآن الكثير من الطلبات في محطات الإذاعة لإنشاء محطات إذاعية ومحطات تلفزيونية أيضا تسير في نفس الاتجاه، ونعتقد أن هذا الواقع الإعلامي بما بعلاته الحالية وباستمرار سيطرة عناصر النظام السابق على أجزاء منه سيبدأ في التغيير تدريجيا، ونحن نعتقد أننا يعني بنهاية هذه الفترة الانتقالية سنكون قادرين على أن يمتلك الشعب السوداني إعلام مهني مستقل حر يعبر عن تطلعات الشعب السوداني وعن تنوعه، لأن هذا هو أيضا ما كان مفقودا في الإعلام السوداني، إعلام يعبر عن التنوع الجهوي والعرقي والديني والإثني وكل أنواع التنوع والثراء الذي يتميز به السودان. نعم، الرشيد سعيد يعقوب وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام، شكرا جزيلا لك، كنت معي عبر الهاتف.